يعني وفي بداية رمضان أو في بداية كل رمضان خلينا نقول، أنا قبل ما نبدأ حلقتنا ونبدأ محاورنا وأكيد قبل ما نقول مشاهدينا مين ضيفتنا لهذه الحلقة المميزة، أنا ودي أسألكم بنات عن استعداداتكم لرمضان بشكل عام، يعني إيش هي الاستعدادات اللي تسوونها غالبا من ناحية الملابس، خلينا نقول الاتصالات، الزوارات، يعني تبغيني اقول لك الحقيقه؟ قولي الحقيقه. والله شوف انا ما راح اجامل، احنا هنا بنسولف ايه وبنفتح قلبنا. يعني انا دائما لما نكون بعيد عن اهلي ليله رمضان وليله الحج يكون صراحه يوم صعب بالنسبه لي. صحيح. اتضايق من نفسي اني انا في التزامات في هذه الحياه، في التزامات كثير، وهذه الالتزامات تجبرنا اننا نبتعد عن اهلنا، نبتعد عن احبائنا، نبتعد عن المكان اللي احنا نحبه. يعني دائما اني انا حكايه اني اصوم رمضان خارج المدينه المنوره دائما فيها كذا غصه. صح. يعني تدري ما احنا في المدينه عندنا واكيد كل منطقه في المملكه اجواءهم، الاجواء العائليه، العادات والتقاليد، خصوصا احنا مرتبطين بالحرم كثير، يعني دائما عندنا السفره الرمضانيه، ننزل الحرم، نجتمع مع اصدقائنا، مع اقاربنا، نصلي المغرب هناك، نجتمع على التراويح، ففي عادات وتقاليد جميله جدا. ولكن دائما نقول هذا حال الدنيا وهذا حال الحياه، انه مو شرط انه الواحد يعني لازم زي ما تقول القرار، السعاده قرار. صحيح. دائما الواحد يتقبل ويقول الحمد لله، بالعكس يعني ظروف الحياه يمكن تحوجنا اننا كل ما واحد كبر يا ريم الواحد يعني تزيد المسؤوليه، تزيد هذا، ولكن كذا يحس في نفسه انه دائما لما نجي رمضان دائما يذكرنا باهلنا، باصحابنا، باحبابنا، بعاداتنا وتقاليد. عشان كذا انا من امس حاطه قناه ذكريات. صحيح. قاعده تقولي لي قناه ذكريات، انبسطت اليوم وانا قاعده اسوي العجينه والمطبخ والتلفزيون شغال واشوف نفسي في التلفزيون وانا صغيره فوازير رمضان. الله عليك. قعدت يا الله قعدت ابكي، رجعت لورا يا اختي، قعدت ابكي انه معقول العمر ده كله في الاعلام، معقول كيف الوقت مر، اكيد كيف مرت السنين هذه كلها. يعني من جد الواحد لازم يقدر قيمه الوقت مع احبابه ومع اصحابه ومع اقرب الناس لي، لانه بالفعل الوقت اللي يروح ما يرجع ثاني. اكيد. يمكن انا اكثر وحده احس اني محظوظه رمضان هذا السنه، لان امي عندي فهي شايله كل المهام عندي من فوق لتحت، يعني ما تدخل المطبخ ودي ولا ادري عنه، ما اعرف الا الفطوره قاعد عليه جاهز. هذا شيء مريح. بس يعني رمضان العام كان صعب علي، بس هذه السنه انا مره مرتاحه، في اتفاقيه بيني وبينك. الله يحفظها ويخليها لك يا رب يا اودي. واكيد راح نرجع ونكمل حوارنا هذا، لان رمضان يعني من الاشهر اللي احنا ننتظرها من السنه للسنه كمسلمين اكيد، ونتحمس عليها، ولكل شخص ولكل خلينا نقول مجتمع وكل منطقه عادات وتقاليد مختلفه وتختلف عن الاخر.